خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياتي أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم you
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون